طيب كنت بتكلم على طبعا حامد الغامدي، مو فقط الهدف، مستوياته الأخيرة اللي قاعد يقدمها، لاعب ملفت جدا. يعني لازم أكشف كذا شيء من اللي تحت الهواء بيني وبينك أبو جود، أنت لك أكثر من سنتين وأنت معجب جدا بهذا اللاعب، جدا. وكنا نتناقش كثير في الصفقات الاتحادية وما قبل أنها تكون صفقات اتحادية، كنا نتكلم على فيصل وأحمد وحامد. أنت قلت لي حامد هذا عالم ثاني، ممتع جدا اللي قاعد يسويه ويقدمه في نادي الاتحاد، شيء كبير. الكرة الجميلة، الكرة الطويلة، الباص الهادي، الكرة النظيفة كذا اللي قاعدة كذا، الكرة من أجل الكرة، يعني كذا ألف باء. هو من ايام مستويات الفئات جدا السنيه مع منتخبات الفئات السنيه، واللمسه عند هذا ملفت. الشاب ساحره، وكنا نقول لو هو اهتم بنفسه راح يوصل مكان ثاني لو هو اهتم بنفسه. تخيل انه الموسم اللي فات تقريبا معظمه كان في اصابه، ونادي الاتحاد لما قفل الصفقات اللي من نادي الاتفاق كان هذه الصفقه بالذات تمهل فيها نادي الاتحاد بسبب الاصابه، لكن كان عنده بعد نظر انه يبغى يكمل مع اللاعب في هذه السنه ويعطي له فرصه. اللاعب شفناه لما تالق الان ادى رساله جميله لجمهور نادي الاتحاد، اشكرهم على صبرهم ووقفوا معايا ومدين لهم وحقدم لهم الكثير. اللي يعني تخيل انك انت تتفوق وتقدم، تدخل في 10 دقائق او تدخل في اقل من ربع ساعه تقدم مستوى كبير جدا، وبجوار لاعبين كبار، تتكلم على بنزيما، تتكلم على كانتي، فابينهو، انت بتتميز وانت يعني بجانب عمالقه في المركز، وبتقدم كوره الجمهور بيطالب فيك اساسي، بينتظرك، بيزعل لما يشوفك احتياط. اللاعب فعلا قدم نفسه بطريقه مميزه ولا زلنا ننتظر منه الكثير. ما فقط انا منتظره في نادي الاتحاد يقدم، لا انا منتظر نجم من نجوم الكره السعوديه القادمه، رغم بنيته الجسمانيه اللي يتفوق عليه كثير من زملائه، ولكن بتمكنه في الكوره، بالكوره واضح انه عنده شغف كبير جدا، بيقدم لمسات، بيوزع الكور بطريقه، بيتحكم في رتم الملعب والمباراه. لما وجد الفرصه هذه المباراه سوى تصويبه مميزه ونجح، المباراه اللي قبلها تصويبتين كادت أن تكون أهداف، لكن اللاعب اللي ما يستعجل ويكون عنده الإمكانيات سيظهر ولو بعد حين، وفعلا من النجوم اللي نترقبهم ونتمنى له الاستمرارية، لأنه واضح أنه له وزن كبير جدا وثقل في الملعب. والله بالتوفيق والله له. يا محمد طلع لعيبة كثير زي حامد كذا، بس انهم لمعة، عارف، لمعة كذا وتختفي، قليل جدا اللي حافظ على نفسه. ونتمنى حامد يكون واحد منهم وينتبه لنفسه ويعرف انه الامكانيات اللي عنده مش موجودة عند غيره، لازم يحافظ عليها ويطورها وينميها، خصوصا لما تجيك فرصة في العمر في الحياة كذا تحلم انك انت توقف مع كانتي ولا فابينيو ولا بنزيما ولا العالم هذولي اللي ممكن تستفيد وتتعلم منهم كثير.